أسرع على DSL مع IMDSL. داونلود الأغاني والأفلام والبرامج أسرع وتشات مع صحابك وشيك ميلك أسرع. اتصل على 19910 وهات DSL من IM. من إنترنت مصر. بتعمل ايه الفئات الاكثر عرضه اللي انت بتنزل تعملها توعيه؟ يعني زي الرجال اللي يمارسون جنس مع الرجال، الشواذ يعني. طب وانت بتوصل لهم ازاي؟ في الشوارع وفي كافيهات وكده، بنكسب ثقتهم وهم بيدونا اسامي بعض وبنبتدي نقول لهم ايه طرق الوقايه، الامتناع، الاخلاص، على استخدام الواقي لتغيير سلوكياتهم. يعني حتى بتدخل مع الشواذ في مناقشات من هذا النوع، انه انت تستطيع انك تحمي نفسك من الايدز وتعالى لو حابب تتغير او عايز تغير نفسك برضك فيه. وطبعا بعد اذن سيادتك استاذ زوقي، احنا ما بنحبش نستخدم كلمه شواذ، لانه في بعض السلوكيات الجنسيه حتى اللي ما هياش مقبوله اجتماعيا لا تنقل الايدز. بس انت دي من الفئات اللي بتنزل، وتنزل لمين تاني؟ ايه الفئات اللي بتحددها وتعمل توعية بعد ما اصبت بالايدز فتعمل توعية لمن يمكن ان يصابوا مثلك بالايدز؟ الشباب العادية برضك اللي انا احس ان هم مدمنين تعاطي المخدرات، تعاطي المخدرات كده برضك، دول بيبقى بيتعاطى مخدرات وفي نفس الوقت بيجي له الالحاق ان هو بيبقى عايز يعمل سكس، فبقول له خلي بالك انت ممكن برضك يتنقل لك من طريق كده، او اذا انجكشن اذا كنت بتاخد. بس ما بتنقلش من تعاطي المخدرات يا دكتور؟ من تعاطي المخدرات في حد ذاتها لا، لكن مشاركه الحقن الملوثه. وطبعا عندنا في مصر مشاركه كبيره للحقن. طيب بتنزل للفئات دي كلها وبتقول لهم انك مصاب بالايدز وبتنقل لهم تجربتك، ولا ما بتقولش؟ لا بخفي ان انا مصاب، لان لو اول حد هيعرف ان انا عندي ايدز هينفر مني، بل بالعكس حته ان انا مندوب وكده ووعيك وشغال في المجال ده، دي بتحسن في احساسي انا ان انا بردك حتى من جوايا ان انا بعمل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت بديله الثقه ان انا ما تقلقش وتعالى انا بطمن بردك على نفسي وكده. لما بيجي وكده وبيعرف ان انا مصاب. طيب خلينا في المرحلة الأولى حسين، أنت بعد ما أصبت هنا السؤال بيجي في ذهنك، ما بتحاولش تبحث لماذا أصبت بالإيدز عشان زي ما عايز تفيد الناس؟ فإصابتك أيضا ممكن تفيد الناس، يعني ما حاولتش تبحث لماذا أصبت بيه؟ أقول لحضرتك على حاجة، ما فيش حد ما بيخطأش، ما فيش حد ما معصوم الخطأ، وكل الناس أو أغلبية الناس، مش لازم أقول كل الناس، أغلبية الناس بيمارسوا سلوكيات غير آمنة وخطأ. فممكن يتنقل بردك من انت انتقلت لك من العلاقات الجنسية يعني. ممكن او الادمان، لان انا بردك كنت بحقن حقن. يعني انت اما العلاقات الجنسية او الحقن يعني. بس مش قادر احدد من ايه بالظبط، بس هي ما بتتنقلش الا من الحاجتين دول. يعني هما دول الحاجتين اللي انت بتعملهم يعني، فانت قلت بالتأكيد كان كنت بعملهم او كنت بتعملهم يعني. انا بقالي 4 سنين الحمد لله، دلوقتي مفيش اي حاجه الحمد لله. طيب يعني اهو انت بتستفيد من الاخطاء، في ناس ثانيه ما بتستفيدش من اخطاء. لا انا بقول الحمد لله ده ابتلاء من عند ربنا، ويمكن ربنا صححني ان انا افوق نفسي ان انا اقدر افيد غيري. انا اتضريت واصبت وتعبت، فانا مش عايز اشوف الشباب اللي طالعه كده. طيب حسين، وانا لسه هسمع شهادة زملائك، بس انا بخلص شهادتك. احنا جاوبنا على الاسئلة المتعلقة بالاول الاصابة واكتشافها والعلاج والتكيف مع المجتمع، والنقطة الثانية انت طبعا صدمتني لما تقول انه حتى الاهل، يعني الاهل بما فيهم انت بتقول اخواتك، لكن هل والدك والدتك كانوا عايشين؟ لا متوفين، لكن اخواتك حتى ابتعدوا عنك يعني. حتى التليفون انا حتى لما باجي اتصل بيهم معلش مش عارف طب انا هكلمك، هو ده تليفونك ماشي، وما حدش يكلمك، لانه ممكن الايدز ينتقل لهم من مكالمه التليفون. اكيد هم عندهم في دماغهم كده. حسين، السؤال الاخير اللي بيجي في اذان الناس انه مريض الايدز احيانا يبدو انتقاميا، بمعنى انه كما اصيب للانتقام مما حدث له، اشمعنى انا فلا بد ان اصيب الغير. في انطباع في اذهان البعض انه مريض الايدز عنده دوافع انتقاميه، وبالتالي انه يمكن انه يبقى ماشي كده عاوز يصيب الغير، يعمل علاقات جنسيه
يزود بها الإصابة، يحقن حد بحقن ملوثة. شفت ده؟ بقابل ناس كده، في ناس من مرضى الإيدز كده، في ناس كده، وبحاول ان انا اوديهم المراكز التأهيل دي بتاعت المدمنين في برنامج الحرية، وبيستفادوا، وفي نفس الوقت ايه الحتة اللي عندهم دي بتتشال، بس ما بتتشالش مرة واحدة لما بيطمنوا. يعني لكن النزع الانتقامي ده انه حالة الغضب الشديد مما حدث له فينقله في انه يحاول ان يصيب اكبر عدد ممكن حتى لا اكون انا وحدي المصاب. بالضبط، لانه بيبقى اكتريته مدمنين كمان. في واحدة جات لي يا استاذ وائل بتبيع جنس، يعني هي متجوزة وزوجها بيفرض عليها انها تبيع جنس، بتقول لي انه بعض رجال الامن بيغتصبوها، بيتهزوا يعني ان هي بتمارس جنس فبيغتصبوها، فهي بتقول لهم انا عندي الفيروس، فبيفتكروا ان هي بتقول لهم كده علشان يعني ينفروا من اغتصابها، عشان تخوفهم، عشان يعني تخوفهم، بس هي كانت بتقول الحقيقه انها عندها الايدز، وهي عندها فعلا، ولكنهم لم يستمعوا، لم يتورعوا، فبطلت، فبقى لما يغتصب وما تقول لهمش. وكل هؤلاء أصيبوا بالإيدز؟ لا مش أكيد، ما هي دي برضو من ضمن الحاجات، مش كل ممارسة جنسية غير أمنة تنقل الإيدز، لكن ممكن يكونوا أصيبوا ممكن لا. يعني ممكن مريض بالإيدز أو مريضة بالإيدز تعمل علاقة جنسية ولا تنتقل للطرف الآخر؟ طبعا احنا ممكن أو ممكن لا، ممكن أو ممكن لا. لكن انت شفت، وده اللي عايز احط ايدي عليه شويه، ان انت شفت زملاء لك عندهم هذه النوازع الانتقاميه انه ينقل المرض الى الاخرين، وبتنصحهم لا؟ لا اكيد، ما هو ده شغلي، وده اللي انا شايفه، مش عايز تبقى الناس كلها كده، بس في منهم بيستجيبوا، في منهم عاجبه حاله وما بيرضيش يجي عندنا الجمعيه ولا يسمع حد. عاوز تقول للناس انا مريض بالايدز، تعايشوا معي وتكيفوا معي، ولا حاسس ده كمان انه رسالة لم تصل؟ ما انا حاسس ان الرسالة مش واصلة ليه، لان هم انا بخاف ان انا اقول لحد ان انا عندي ايدز، هيبعد عني، هيمشيني من السكن اللي انا فيه، ما فيش اصدقاء، فانا يعني بقدم لهم رسالة ما تخافوش مني، انا مش هأذيكم، بل بالعكس، يعني ده ابتلاء، وده مرض زي اي مرض، زي اللي عنده السكر، عنده الضغط، زي كده. طيب السؤال تاني الاخير، انه الايدز بيقترن في اذهان الناس بما يمكن ان اسميه اتهامات في المجتمع، يعني البعض يقول لك ايدز ده بيعمل شذوذ، ده على طول بيعمل علاقات جنسيه فاجه، ده حقن، ولكن دائما الانطباع بيجي في الاذهان الشذوذ، بتلاقي ده كمان في المجتمع؟ بعضهم، مش كل الناس بقى في وعي اكتر، يعني بقى في وعي اكتر، يعني مش كل الناس عشان انت ممارستك، عشان فيبقى انت متهم بالشذوذ الجنسي يعني. لا، في ناس عارفه ان هو ممكن بيتنقل من الدم، وفي ناس مصابه برضك غصب عنهم من نقل دم، من حقن ملوثه، زواج شرعي، او من زواج. طيب ما تكيفتش بقى، ما حاولتش انك انت، هل يمكن ان تتزوج، هل يمكن ان تعيش حياة طبيعية، ولا ده من الصعب؟ ما ظروفي حاليا دلوقتي من الصعب، بس انا يعني شفت ناس تكيفت مع ان هم اتجوزوا وخلفوا وعايشين حياة كويسة، فانا نفسي ابقى كده، بس انا في الوقت الحالي مش مؤهل لكده اقتصاديا، يعني مش مؤهل لكده اقتصاديا. بس انت عندك يا دكتور حالات يمكن انه يحصل فيها طبعا الزواج، يعني عندك مصابات بالايدز، يمكن ان تتزوجنا مصابين بالايدز، وفي مصابين اتجوزوا غير مصابات وخلفوا اطفال طبيعيين لم يصابوا، لانه تحت الاشراف الطبي ده دلوقتي ممكن جدا، والعكس بالعكس، يعني مصابات بالفيروس وتزوجوا من رجال غير مصابين وعاشوا حياه طبيعيه ولم يصاب احد منهم. طيب عادل، نفس السؤال هسأله لك، انت اكتشفت امتى الايدز؟ لانه الاصابة بتأتي وقت الاكتشاف، يعني انت اكتشفت امتى اصابتك بالايدز؟ اكتشفت من 4 سنين. ازاي؟ انا كنت في بلد عربية، وكنت انا وزوجتي وابني، وكان عندي من صغري، يعني كنت بتعالج من مرض في القلب،